الثالثه اهدى حركات اللي موجوده ومعتصمه في ميدان التحرير. بدايه يعني انا من وجهه نظري ان احنا كنا ابعد ما يكون ان احنا نحاول ان نتفادى فخاخ والغام في الفتره دي في المرحله دي. وانا سعيد بالقعده دي، بس انا كنت شايف ان احنا كنا نظن ان احنا مش هنقعد دي، ولانه المصريين احنا ما خرجوا في 25 خرجوا تحت مظله واحده وهدف، وكان تاج هذه الثوره احد احجاره الكريمه ويرصعه ثلاث: عيش حريه، واضع تحت كلمه حريه كلمه حريه الاف الخطوط، لانها هننطلق منها حديث او موقف الجمعه القادمه، واخيرا العداله الاجتماعيه. نحن استشعرنا، المجموعه دي استشعرت خطوره في المرحله الانتقاليه، وحاله من الارتباك، وحاله من التخبط في مرحله خطيره. وهذا راي المجموعات او راي المصريين المعتصمين في ميدان التحرير، شايفين حالة من التخبط، وشايفين دفع وأجواء ضبابية بتدفع مسار الثورة دي لعدم بلوغ غايتها الحقيقية. وإحنا في هذه الحالة وبعد مضي 6 شهور، اللي بيحصل إن إحنا إزاء هذه المحاولات كمان في زرع ألغام ونصب وتجهيز أفخاخ لتقسيم هذا الشعب اللي بسببه إحنا قاعدين قعدتنا دي. من وجهة نظري الحرية اللي احنا خرجنا عليها تعطي حق اي مصري، وانا ضد ان انا افرق دلوقتي ما بين سلفي ومدى علماني او ليبرالي او ايا كان المسميات. انا مش قدام مصري ومصر بشرطة، انا قدام مجموعة من المصريين، وهذا بيدفعني بداية اتحفظ على كلام الاستاذ الفاضل الاستاذ حسين فيما يخص المجموعات الموجودة، لانه ما فيش حد يقدر يفرق اللي موجودين في ميدان التحرير، مين نزل اليوم 25 ومين ما نزلش، مين هم ثوار مين هم مش ثوار. اللي موجودين دول حتى بعض من يحاول الاعلام الرسمي والاعلام الفاسد تشويه ده ويشارك في جريمه تقسيم هذا الشعب، بيحاول يركز او يسلط الضوء على هذا على هذه الشريحه. هذه الشريحه هي نتاج، لو كان هناك البعض منهم تراه نموذجا سيئا فهو نتاج نظام بائد يحاول ان يفشل هذه الثوره حتى الان. دي بداية الرد. أيضا فيما يخص أننا أمام مجموعة تحاول أن تعطل مصالح البلاد، وأمام مجموعة تحاول أن هددت بغلق قناة السويس وقامت بغلق مجال التحرير، هذا ترويج إعلامي مزيف ومضلل، لأنه ما فيش حد حاول ولا أعلن لغلق قناة السويس، والترويج ده كان من الإعلام الرسمي وتم بروسة الموضوع وتكبيره وتصديره للناس عشان يخوفوا الناس، وده لم يحدث. المجموعة التي دفعت لغلق مجمع التحرير ودخل معهم في حوار لتفادي هذا الموقف هم أيضا معتصمين في ميدان التحرير، ولكن هذا كان بناء على ضغط، وهم أمام آلية لمحاولة إيصال صوتهم وحقوق بيطالبوا بيها وحقوق شهداء ودم قدم لهذا البلد، فلم يجدوا امامهم الا هذا الحل، وتم فيما بعد حين التفهم والرويه انه ده بيضر في مصلحه المصريين، اللي الناس اللي موجوده في الميدان بتنظر الى صالح هذا الوضع. ده بدايه. فيما يخص ايضا التعليق على رد الاستاذ ممدوح اسماعيل الاستاذ الفاضل، نتحفظ ايضا ونختلف، وهذا الاختلاف ايضا لا يفسد للود قضيه، ولكن نختلف فيما يقال أن هناك نخبة تحاول أن تصادر على رأي الشعب، ونحن نتحفظ فيما يخص شأن بخصوص الاستفتاء. نجد أن الاستفتاء كان هو البداية الأولى واللغم الأول والفخ الأول الذي قسم هذا الشعب، وكنا أبعد ما يكون أن احنا نعمل استفتاء يقسم الشعب، ونحن في حالة كان المجلس العسكري يعترف أننا في حالة خلل أمني، وأننا في حالة اقتصادية وأزمة اقتصادية طاحنة، أن نجري هذا الاستفتاء الذي قسم الشعب وكان هو البداية الحقيقية لتقسيم هذا الشعب.
الاستفتاء كان هو البداية الحقيقية لتقسيم هذا الشعب من وجهة نظري، في ظل ظروف اقتصادية كان بيتصدر لينا وفزاعة الاقتصاد والأزمة الاقتصادية، صرف على الاستفتاء قسم الشعب وقسم الناس ما بين الناس مع المادة الثانية وضد المادة الثانية، وأصبح اللي بيقول نعم دول ناس مسلمين وناس يعرف ربنا، واللي بيقول لا دول كفرة. وفي حالة غياب أمني فما كانش في داعي لده، ولكن خلينا يعني كان واجب التحفظ على النقاط التي أثيرت من الأستاذ حسين والأستاذ ممدوح، من وجهة نظري دي واجبة. ولكن خلينا على ندوة النهاردة، المجموعة اللي موجودة في ميدان التحرير، مجموعة المصريين الموجودين في ميدان التحرير وفيهم سلفيين وفيهم كل الأطياف الشعب وشرائح الشعب حتى البلطجية بين قوسين، يعني الموجودين دول ناس في إزاء ثورة أعلت حرية هذا الشعب، فمن حقهم يعبروا عن استشعارهم بخطورة الموقف اللي احنا فيه، وده تقديرهم للموقف. ولكن هم برضو في نفس الوقت هم على علم جيد ويرون جيدا ما محاولة زرع الفرقة ما بين أفراد الشعب والقسمة اللي بتحاول تتعمل دلوقتي، فاحنا واعيين لده جيدا. احنا نازلين يوم الجمعة، ليس لدينا خلاف مع أحد، اللي نازل يعبر عن رأيه وعن تقديره لهذا الموقف من المرحلة اللي بتمر بها البلد، لا خلاف في ده حقه ودي حريته ونحن نؤمن بده ونقدس ده، وعشان كده احنا موجودين في الميدان عشان نعلي ده ونؤكد على باقي أهداف الثورة. ولكن مش من حق حد انه يصادر على تقديري لهذا الموقف واستشعارنا للخطورة اللي احنا فيها دي. اخيرا نتمنى انه الجمعة القادمة تكون زي ما احنا شايفين واعيين للفخ اللي بيتنصب ده، وهنتفاداه كمجموعة من المعتصمين المصريين اللي موجودين. نتمنى من المصريين الاخرين اللي هم نازلين معانا تأكيدا برضو لأهداف الثورة واستمرار تحقيق مطالبها، انهم يبقوا واعيين تماما لهذا الفخ ويتفادوه. وشكرا.